اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس الامبيدد سيستم توتوريال. ان شاء الله في حلقه النهارده هناخد اليو ارت، وده نوع من انواع السيريال كوميونيكيشن، ودي الحلقه الاولى من اليو ارت طبعا. وفي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الكوميونيكيشن بصفه عامه والفرق بين السيريال والبارالل، كنا مسمين دي الحلقه زيرو. يا ريت تروح تشوفها الاول. عموما السيريال كوميونيكيشن احنا اتكلمنا على انواعها في الفيديو اللي فات، هناخد النوع الاول بس النهارده اللي هو اسينكرونس، وهو بيكون فيه البيانات المرسله لا تكون متزامنه، مش بيحتاج كلوك عموما يعني. والنوعين الاساسيين منه اللي هو اليو ار تو اليو اس بي، الاثنين مفيش اختلاف في الاكواد ولا البرمجه، الاختلاف فقط في الهاردوير. يعني كل البرامج اللي هيتم شرحها مع اليو ار تي نفس البرامج مع اليو اس بي، الفرق حاجه بسيطه في الهاردوير، وده ان شاء الله هنوضحه في فيديوهات قادمه. عموما عشان ارسل داتا معينه بتبقى عباره عن بيتس، الداتا دي بتبقى في الغالب عباره عن 8 بت، الداتا اللي انا برسلها عباره عن بايت في المره، بتبقى سيريال 8 بت. قبل ما ابتدي الارسال برسل حاجه اسمها ستارت بت، وبرسل في النهايه حاجه اسمها ستوب بت. في حاجه اسمها باريتي بت، دي بتعمل تحقق من صحه البيانات، ودي في الغالب مش بستخدمها. برسل 8 بت عباره عن بايت، يبدا بستارت بت وستوب بت، يبقى برسل 10 بت في المره، 8 بت داتا والستارت والستوب. طبعا هنا اليو اس بي واليو ارت عباره عن فول دوبلكس، فول دوبلكس يعني يتم الارسال والاستقبال في نفس التوقيت، زي لما استخدم فون اكلم بيه فون تاني، فعباره عن هنا الارسال والاستقبال في نفس التوقيت يبقى فول دوبلكس. زي ما قلنا قبل كده الستارت بت هي بدايه الارسال، من دي 0 لدي 7 دي البيانات عباره عن 8 بت او بايت. الباريتي بت هي بت يستخدم لتحكم صحه البيانات، في الغالب مش بيتم استخدامها. الستوب بت دي بت نهايه الارسال، كده بعرفه ان انا خلاص انا انهيت ارسال الداتا. عموما هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده بالخصوص عن اليو ارت، وده من نوع اسينكرونس، قلنا ان هو غير متزامن مش بيحتاج كلوك، بيرسل الداتا مباشره. اليو ارت اختصار يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر، خدها كل حرف من الجمله دي، هديك الاختصار اللي اسمه يو ار، وده معناه منفذ الاستقبال والارسال الغير متواقد او الغير متزامن. وبيبقى عندي جهازين هنا، كل جهاز بيبقى ليه تي اكس وار اكس زي ما انتم شايفين كده. الار اكس هي من خلالها بيتم استقبال البيانات، اما التي اكس وده من خلاله بيتم ارسال البيانات، فبالتالي الجهاز بيبقى فيه تي اكس وار اكس. تي اكس برسل عن طريق البيانات، عشان كده دايما السهم بيبقى طالع منه، والار اكس دايما بستقبل عن طريق البيانات، عشان كده السهم بيبقى داخل عليه، يعني البيانات بتروح زي ما انتم شايفين كده. فبالتالي التي اكس من الجهاز الاول بتوصل بالار اكس للجهاز الثاني في اتجاه واحد، تي اكس في الجهاز الثاني بتتوصل بالار اكس في الجهاز الاول، وهكذا. ما انساش طبعا اوصل جراوند بجهاز الاول بالجراوند للجهاز الثاني، وده بيتم التوصيل مباشره في حاله ان الجهازين بيشتغلوا بنفس الباور، يعني ده شغال من 0 ل 5 فولت وده شغال من 0 ل 5 فولت. اذا كان الاثنين مختلفين في التغذيه بيستخدم وسيط ما بينهم اسمه كونفرتر، وهنشوف بعد شويه. زي ما قلنا ان النوع ده اسمه فول دوبلكس، يعني بيتم الارسال والاستقبال في نفس التوقيت، يعني ممكن التي اكس تبعت للار اكس وفي نفس التوقيت الجهاز الثاني التي اكس تبعت للار اكس، زي فون بيكلم فون ثاني، ينفع تتكلم وتسمع في نفس التوقيت. زي ما قلنا قبل كده ان وسيله الربط تكون بير تو بير، وسرعه ارسال البت في الثانيه هسميها البودريت، يعني لازم يبقى في توافق بين الجهاز الاول والجهاز الثاني في سرعه الارسال، لازم اظبط البودريت هنا هو نفس البودريت هنا، وده بروتوكول بيفهم الجهازين سرعه نقل البيانات فيما بينها. طبعا البودريت هو مين؟ يجب ان يكون مين؟ متوافق بين الجهازين زي ما قلنا. قلنا برضو لو انا عندي جهاز كمبيوتر بيشتغل من سالب 12 لموجب 12 فولت، وعايز اوصله بمايكرو كنترول بيشتغل من 0 ل 5 فولت، لو لاحظنا هنا الليفل كونفرتر بتاعي مختلف، بمعنى ان من سالب 12 لموجب 12 عباره عن 0 و1 كباينري او لوجيك، اما البيك مايكرو كنترول بتشتغل من 0 ل 5 فولت، بحيث الزيرو هي لوجيك 0 وال5 هي لوجيك 1. هنلاقي في اختلاف في التغذيه، فما ينفعش اعمل التوصيله المباشره لفوق. يبقى اول حاجه بعمل توصيله من الكمبيوتر لاي سي، ومن الاي سي للمايكرو كنترولر بتاعي. الاي سي ده اسمه ليفل كونفرتر، ويطلق عليه ماكس 232. في حاله توصيل الكمبيوتر عندي للاي سي ده، الكيبل اللي بوصل عن طريقه اسمه ار اس 232، يبقى الكيبل اللي بوصله من الكمبيوتر للاي سي اسمه ار اس 232، اما الاي سي نفسه اسمه ماكس 232، وهنا يتم توصيله له مع المايكرو كنترولر مباشره باستخدام التي اكس والار اكس، وده طبعا الكيبل بتاعنا اللي هو ار اس 232.
2032 عبارة عن فيميل لميل، توصيل فيميل لميل، وده عندي هنا السيريال في الكمبيوتر بتاعي، في الغالب بيبقى متواجد في الكمبيوترات القديمة، ده السيريال ده بيبقى شكله عندي هنا، وانا فكيته من جوه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا هنا ده ايه؟ ميل. ميل يبقى لازم اوصل معاه فيميل، يبقى شرط اساسي لازم يكون الكيبل اللي هشتريه لازم يكون فيه طرف فيميل عشان توصل مع الميل اللي هنا. هيفضل عندي هنا ايه؟ ميل. الميل ده هوصله بالاي سي بتاعي، هوصله بالاي سي زي ما احنا هنشوف شويه. بس قبل ما نوصل تعال نشرح الكيبل ده من جوه بيبقى شكله ازاي. انا لو هشتغل على فيميل لميل هيبقى ده التوصيل عندي. اول حاجه الميل عندي اللي هو الطرف ده الميل، تمام، بمسكه بالشكل كده، هو طبعا فيه بنات كده، العدد فوق بيبقى اكبر من اللي تحت، امسكه بالاتجاه ده بحيث ان على الشمال هيبقى 1 2 3 5 6 لغايه 9، تلاقيهم 9 بنات بالشكل ده. اما الفيميل عندي هي الفيميل اللي هنا دي، همسكها برده في نفس الاتجاه بحيث ان عدد البنات الاكتر يبقى فوق بنفس الاتجاه. اعد هنا من ناحيه اليمين، يبقى 1 هنا من ناحيه اليمين، 2 3 لغايه 5، تحت 6 لغايه 9. التوصيل كالاتي: رقم 5 ده مع 5، لان الخمسه ده الجراوند، خلي بالك ده توصيل داخليا، يعني شايف الكابل من جوه ده اللي انا هشرحه لك، ده التوصيل من جوه، يبقى موصل هو 5 مع 5، موصل 3 مع 3، موصل 2 مع 2، بحيث ان 2 هنا عباره عن الار اكس اللي هي البنه الخاصه بالار اكس، 3 خاصه بالتي اكس، 5 الجراوند، و5 هنا هي الجراوند، يبقى هو بيوصل جراوند بالجراوند داخليا في الكيبل، وبيوصل 2 اللي هي ار اكس بيوصلها ب2 هنا اللي هي تي اكس، يبقى هو بيوصل تي اكس بالار اكس داخليا، 3 هي التي اكس بيوصلها ب3 هنا اللي هي الار اكس، التوصيل ده داخلي طبعا انا ماليش دعوه بيه خالص. ولو رحنا للاشكال من بره، ده الكلام اللي انا شرحته اهو، ده الميل عندي هيبقى هنا زي ما قلنا. ركز معي فين الميل؟ اهي دي الميل، يبقى عد من 1 ل5 كده، يبقى ادي 1 ل5، قلنا 5 ده الجراوند، 2 اللي من على الشمال، يبقى 1 2، يبقى 2 دي ايه؟ الار اكس زي ما قلنا، 3 التي اكس. باقي البنات طبعا مش هستخدمها، بس بعد شويه هنشوف ان انا بوصل 4 ب6، يبقى 4 ب6 دي بوصلها مع بعض، لكن احنا بنشرح التوصيل الداخلي حاليا. لو رحنا للفيميل، الفيميل سيماتيك اهو، يبقى عد من ناحيه اليمين، يبقى ادي 1، فين 2؟ ادي 2، و2 دي تي اكس، يبقى 2 تي اكس، جنبها 3، يبقى 3 ار اكس، هو داخليا بيبقى موصل التوصيلات دي زي ما احنا قلنا. احيانا في كيبل بيبقى ميل تو ميل، ميل تو ميل، فبالتالي شايفين البلوك ده؟ هيبقى متكرر مرتين، يبقى هيبقى ايه؟ هنعد زي ما احنا قلنا، فين الميل؟ اهو، يبقى واحد من على الشمال، 2 3، يبقى عندي 2 ار اكس و3 تي اكس. طب هل داخليا هيوصل 2 ب2 و3 ب3 في حاله الميل تو ميل؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش يوصل تي اكس بتي اكس والار اكس بار اكس، غلط، لا لازم يبدل. الار اكس هنا بتتبدل مع مين؟ مع التي اكس هنا، لان 2 تي اكس و2 ار اكس، لان ده ميل وده في ميل، فبيحصل ان التوصيل المباشر داخليا بيعمل تبديل في الاستخدام، يعني ده ار اكس ودي تي اكس. اما لو كان ميل تو ميل فهتلقى البلوك ده متكرر، فهيبقى ما ينفعش يعمل توصيل مباشر، فداخليا بيبدل 2 ب3 و3 ب2، بحيث ان التي اكس تبقى متوصله بالار اكس والار اكس بتبقى متوصله بالتي اكس، بيعمل تبديل داخلي. خلي بالك ان الفيميل دي هتتوصل بالكمبيوتر، تمام، يبقى انا ماليش علاقه بيها خالص، ما يهمنيش ان انا احفظ شكلها، اجي للفيميل دي مش مهم احفظ شكلها خالص، انا يهمني الميل اللي هيتوصل بالاي سي، يبقى الميل ده اللي هيتوصل بالاي سي اهو، يبقى يهمني ان رقم 2 ار اكس و3 تي اكس و5 جراوند، وبعد من ناحيه مين؟ الشمال، بعد 1 2 من ناحيه الشمال، انا بتكلم ايه على الميل. هروح تاني للميل اهو زي ما قلنا، يبقى عد من الشمال 1 لغايه 5، 6 لغايه 9. ايه اللي يهمني؟ يهمني 2 هي ار اكس اللي هنا، ويهمني 3 هي تي اكس، الثلاثه اهي، ويهمني رقم 5 اللي هو الجراوند. وما انساش هوصل 4 ب 6، 4 ب 6 بوصلها شورت سيركت، يبقى اجي كده الاربعه هنا بوصلها مع 6 شورت سيركت. الكلام ده مع مين؟ مع الميل، وانا حطيت لك الاسماء على الرسمه اهو. الكلام اللي قلناه 2 ار اكس و3 تي اكس و5 جراوند، وانت بتوصل هنا 4 ب 6 دي تعمل شورت ميل. لو رحنا لتوصيل الكيبل اللي هو الميل اللي احنا شرحناه من شويه مع الاي سي، الاي سي اسمه ماكس 232 زي ما قلنا، والكيبل اللي هتوصل مع الكمبيوتر اسمه ار اس 232، يبقى انا هوصل الكمبيوتر هنا مع الاي سي ده، والاي سي ده هوصله مع المايكرو كنترولر بعد شويه هنشوف. يبقى الكمبيوتر عشان اوصله مع الاي سي ده لازم الكيبل ده، الكيبل ده قلنا الميل هتبقى فين؟ هيتوصل مع الاي سي، اما الفيميل بتبقى في الكمبيوتر، يبقى ده الميل اللي عندي، دي الميل. نروح للاي سي الاول، الاي سي عباره عن 16 بن، يبقى عندي من 1 8 وانزل تحت كده 9 لغايه 16 بالترتيب كده. طبعا هستخدم اربع مكثفات، ركز معايا، من سي بن 1 سي 1 بلس، وبن 3 سي 1 ماينس، بوصل ما بينهم مكثف قيمته 10 مايكرو فاراد، وبين سي 2 بلس اللي هي بن 4 وسي 2 ماينس اللي هي بن 5 بوصل مكثف 10 مايكرو فاراد برضه، وبين الفي اس سالب
الـ VS سالب مع الـ Ground، مع الـ Ground بوصل ما بينهم مكثف 10 مايكرو فرد، مع الـ VS موجب اللي هي طرف 2 مع الـ 5 فولت التغذية بوصل مكثف قيمته 10 مايكرو فرد. ومنساش ان المكثفات دي كيميائية لازم تبقى ايه البولارتي بالشكل اللي قدام، يعني الـ VS موجب لازم الطرف الموجب هو بتاع المكثف يبقى وصل عليه، C 1 بلس يبقى الموجب متوصل معاه، C 2 بلس يبقى الموجب معاه، VS سالب يبقى هنا الطرف السالب هنا، اما الموجب هو المتوصل مع الارضي. لازم تتبع التوصيل بالشكل كده عشان الاي سي يشتغل صح. معانا كمان بين 16 في سي سي اللي هو بالخمسة فولت والجراوند بالجراوند، ده الاي سي اسمه ماكس 232. هنلاحظ هنا في اربع بنات مكررين، هنا اسمه تي 1 اوت، ار 1 ان، ار 1 اوت، تي 1 ان، خلي بالك ان كله هنا واحد. لاحظ الاسماء دي هتتكرر، تي 2 ان، تي 2 اوت، ار 2 اوت، ار 2 ان، يعني الاربع بنات دول اطراف مكررين هنا، دول واخدين رقم واحد، دول واخدين رقم 2. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده لو استخدمت 2 بنات مكرر معها رقم 2 دي معناها بوصل الكمبيوتر عندي بمايكرو كنترولر، ولو استخدمت واحد يبقى بوصل كمبيوتر تاني مع مايكرو كنترولر تاني. يبقى ينفع على الجهاز ده الاي سي ده اوصل 2 كمبيوتر ب2 مايكرو كنترولر، يبقى الكمبيوتر الاول هتوصل بالمايكرو كنترولر الاول عن طريق الاربع بنات دول، المايكرو كنترولر التاني هتوصل بالكمبيوتر التاني عن طريق الاربع بنات دول. فاللي انا هقوله على الاربع بنات دول هو نفس الكلام مكرر على دول، مفيش اختلاف. المايكرو كنترولر عندي جاي منه طرفين اسمهم تي اكس وار اكس، التي اكس دي جايه من المايكرو كنترولر، هتروح على طرف مين؟ هتروح عندي على طرف تي 1 ان، يعني دي تي اكس جايه من المايكرو كنترولر، هتخش على طرف 11 تي 1 ان، او ممكن تروح للتي 2 ان، هتغير بس واحد خليها 2، يبقى تنزل على البنه اللي تحت بدل اللي فوق، دي بنه رقم 11. ومعانا كمان تي 1 ان دي بيحصل لها كونفرت، يعني الليفل بتاعها بيعلى، تروح تتحول داخليا للتي 1 اوت، تي 1 اوت اللوجيك بتاعها يطلع من سالب 12 لموجب 12، فبالتالي تطلع دي التي اكس عندي اللي طالعه من الاي سي. هوصلها بمين؟ هوصلها بطرف 2، لان قلنا 2 هنا عباره عن ار اكس، يبقى وصل تي اكس اللي جايه من المايكرو كنترولر اللي حصل لها هاي ليفل او كونفرت عندي لهاي ليفل، وبقيت تي اكس، تي اكس اللي طلعت من هنا يبقى من سالب 12 لموجب 12، بتبقى متوائمه مع الكمبيوتر عندي. يبقى التي اكس اللي جايه من المايكرو كنترولر، هنشوف دي بينا رقم كام دلوقتي، هتخش على تي 1 ان او تي 2 ان، هتروح طالع على تي 1 اوت لو انا مستخدم واحد، او تطلع على تي 2 اوت اللي هي هنا لو انت مستخدم 2، تطلع هنا عندي تي اكس هتتوصل مباشره عندي مع الار اكس اللي هو بينا رقم 2 في الار اس 232، وخلي بالك ده الميل عندي. هيجي هنا طرف 3 عندي، طرف 3 عندي هو التي اكس اللي جاي من مين؟ من الكمبيوتر. ده بيجي اللوجيك بتاعه من سالب 12 لموجب 12، يعني اللوجيك بتاعه عالي شويه، وده ما ينفعش يتوصل مع المايكرو كنترولر شغال من 0 ل 5. فانا اعمل ايه؟ هوصله بالار اكس اللي هنا، اوصله ب 13 اللي هي ار 1 ان، يبقى اوصله ب ار 1 ان، لو انت شغال على 2 يبقى ار 2 ان اللي هي هنا، تبقى على ار 1 ان، داخليا هيحصل لها لوجيك كونفرتر تتحول لار 1 اوت، ار 1 اوت دي تروح لمين؟ لعندي للمايكرو كنترولر عشان يستقبلها الار اكس عندي. يبقى التي اكس هنا هتلاقيها اتوصلت بالار اكس، والار اكس اللي هنا هتلاقيها اتوصلت بالتي اكس. الكلام اللي انا شرحته هنا هو نفسه ممكن تكرره تاني على تي 2. يبقى التي اكس والار اكس اللي جايه من مايكرو كنترولر ام سي يو شغاله من 0 ل 5 فولت، الار اكس والتي اكس اللي جايه من الكمبيوتر شغاله من سالب 12 لموجب 12، عشان كده التوصيل المباشر بين الاثنين هيعمل له مشكله، فلازمه الاي سي ده انه بيعمل كونفرت للليفل عندي. انا هوصل المايكرو كنترولر اهو، ادي الكمبيوتر عندنا، اوصله ازاي؟ هروح للمايكرو كنترولر اللي شغال على البيك 16 اف 78 اي ام سي يو، طبعا البن رقم 25 اللي هو الترتيب، ادي الشطفه بتعد 1 ل 20، كمل كده لغايه ما توصل 25 26، بن 25 اللي هي سي 6 شغاله تي اكس، بن 26 اللي هي سي 7 شغاله ار اكس. ما انساش ده السيريال عندي في مين؟ في الكمبيوتر اللي هو ده ميل، فانا بوصل بيه الفيميل، يبقى ادي ده ميل بوصل بيه ايه هنا؟ دي فيميل، تمام؟ الفيميل هنا الكيبل ده هتلاقيه شغال هنا الطرف الناحيه الثانيه ميل، الكلام اللي انا قلت عليه، الميل ده هيتوصل بالاي سي، ده البيك عندنا، ادي الفي سي سي والارضي، الفي سي سي والارضي وادي الكريستاله، توصيلات الاساسيه زي ما قلنا، بين 25 اللي هي سي 6 دي شغاله ايه؟ تي اكس، تي اكس، خلي بالك انا هشرح على تي 2، على رقم 2 في الاي سي مش واحد، يبقى ادي التي اكس عندي، يبقى سي 6 دي شغاله ايه؟ تي اكس، هدخلها على بين 10 في الاي سي عندي اللي هو ماكس 232. 10 ده شغال ايه؟ تي 2 ان، يبقى اروح لتي 2 اوت الناحيه الثانيه، تي 2 اوت ديه
يبقى دي التي اكس عندي اللي هتروح للكمبيوتر، يبقى نثبت ان دي التي اكس. نروح لسي 7، سي 7 هنا هي عباره عن الار اكس، يبقى الار اكس بتاعت المايكرو كنترول هتتوصل بمين؟ ار 2 اوت. طول ما انت شغال على 2 تبقى ار 2 اوت، لان 2 اوت اللي هي جايه من الكمبيوتر هتدخل هنا تطلع اوت تروح للمايكرو كنترولر، يبقى هتتوصل بار 2 اوت. ار 2 اوت دي موصله داخليا بار 2 ان، بس بيحصل ايه؟ كونفرت للليفل طبعا. ار 2 ان دي توصلها هنا هسميها ار اكس. طبعا ما انساش توصيل المكثفات زي ما انتم شايفين، وقيمها كلها 10 مايكرو فاراد، وما انساش طبعا الفي سي سي والار. هروح لبعد كده اللي فوق هنا، ركزوا معانا. يبقى التي اكس هنا اللي جايه من المايكرو كنترولر تتوصل ببن كام؟ ببن 2 اللي هي ار اكس. يبقى بن 2 اللي هي ار اكس زي ما احنا قلنا، ادي اهي البن رقم 2 في المين؟ في الار اس 232، دي الار اكس هنا. يبقى التي اكس اللي جايه من هنا تتوصل بالار اكس هنا، والار اكس اللي هنا تتوصل بتلاته اللي هي التي اكس. ركز معايا كده، رقم 2 قلنا داخليا متوصل مع 2 داخليا هنا، يبقى التي اكس اللي هنا دي هتتوصل باتنين اللي هي ار اكس، يبقى ار اكس البنه دي اللي هي متوصله باتنين هنا، وعندك هنا تلاته متوصله داخليا بتلاته. خلي بالك ان دي ار اكس لما تيجي تتوصل هنا البنه دي اسمها تي اكس، حصل تبديل، يبقى دي تي اكس عندي كده حصل تبديل. يبقى دي عندي الار اكس هنا، الار اكس دي وصلت للطرف ده مش محتاج تعرف توصيلته، مباشره ده بيبقى في ميل بيتوصل بالميل بتاع الكمبيوتر، انتهى الامر كده. لكن في الحقيقه تعال كده نكمل، الار اكس دي هنا بتطلع طرف 2 اهي، تيجي هنا متوصله على الار اكس بتاعت الكمبيوتر، والطرف اللي هنا ده اللي هو التي اكس هنا، التي اكس هنا ده بيبقى متوصل بالتي اكس بتاع الكمبيوتر. قلنا الكلام ده مش مهم تعرف توصيلتها الحته دي، لان الحته دي بتبقى متوصله مع الكمبيوتر دايركت، دي في ميل هتتوصل بالميل. وما انساش ان ادي المايكرو كنترول بتاعي هنا بيبقى الليفل بتاعي بيبقى من 0 ل 5، بيدخل على الاي سي يطلع الناحيه الثانيه من سالب 12 لموجب 12. ما انساش كمان ان 25 هي سي 6 تشتغل تي اكس، 26 بتبقى سي 7 شغاله ار اكس. وده طبعا الاي سي اللي احنا وصلناه عملي من شويه، ده على البروتوس طبعا. للاسف هو مش بيشتغل على البروتوس عندي زي ما احنا قلنا. ادي ايه الار اكس عندي هنا بتبقى متوصله بالتي 1 اوت، ار 1 ان هي اللي بتبقى متوصله بالتي اكس. ما انساش رقم 5، 5 بيوصل للجراوند. نرجع تاني هنا، ما تنساش ان 5 دي هنا تبقى متوصله بالجراوند بتاع المايكرو كنترولر، وخمسه مع خمسه متوصله داخليا، اما خمسه اللي هي في الطرف اللي بتوصل بالمايكرو كنترولر لازم يتوصل بالارض بتاع المايكرو كنترولر، والدايره مش هتشتغل. طبعا التوصيله ما فيش اختلاف خالص. نروح لللايبراري اللي بستخدمها مع المايكرو سي. اول حاجه عشان استخدم اليو ارت عندي مع البيك، بقول يو ارت واحد واحد طبعا اندرسكور انيت بين قوسين البودريت عندي. احنا قلنا ان في بودريت اللي هو ايه؟ سرعه نقل البيانات، بكتبه تقريبا بتبقى قيم دي ستاندرد، نكتب 9600 مثلا. اول ما اكتب الجمله دي مش محتاج اعرف سي 6 وسي 7 كانبوت ولا اوتبوت، موضوع تعريفها انتهى. اوتوماتيك السوفت وير حجز سي 6 وسي 7 كتي اكس وار اكس، بحيث ان سي 6 تبقى تي اكس وسي 7 تبقى ار اكس، والموضوع يبقى انتهى كده، مش محتاج يتعرف كانبوت ولا اوتبوت. نروح بعد كده ازاي اتعرف على السبيد بتاعت الكوميونيكيشن، بتبقى مقاسه طبعا بالبيت بير سكند، بيسميها البود ريت او سرعه النقل بيسمى ايه؟ البود ريت. طبعا القيم للبود ريت دي بتبقى قيم ستاندرد 1200 2400 4800 9600 19200 38400 115200، القيم دي كلها ستاندرد طبعا. انا في الغالب دائما شغلي بيبقى 9600، القيمه دي حلوه جدا ومناسبه. هناخد مثال ازاي احسب سرعه النقل باستخدام 9600. هنقول مثال لما انا هستخدم 9600، خلي بالك 9600 دي بيت بير سكند، ده البود ريت عندي، وقلنا لازم الجهازين يتظبطوا على البود ريت ده. يعني لو انت استخدمت على البيت 9600 لازم تروح للكمبيوتر تظبطه على 9600، ولا مش هيحصل توافق والداتا مش هتترسل. وده معناه ان عندي 9600 بت هيتم ارسالها في الثانيه الواحده، وبالتالي لو عايز احسب زمن البت الواحده، زمن ارسال البت الواحده، يبقى زمن ارسال البت الواحده تايم فور 1 بت هيبقى ايه؟ انا عندي 9600 بت بير سكند، لو مسكت القيمه دي قلبتها هيديني الزمن. طب انا هضربها في 10 اس 6 عشان تطلع لي القيمه بالمايكرو، يبقى طلعت 104 مايكرو سكند. يبقى البت الواحده عشان تترسل بتحتاج 104 مايكرو سكند، ده لو انا استخدمت البودريت اللي هو 9600. هتطبقوا نفس الامثله على باقي القيم. طيب بيقول ان اي بايت، احنا قلنا في البدايه خالص بدايه الفيديو عشان ارسل الداتا عباره عن 8 بت، بحتاج بت بدايه بت نهايه ستارت وستوب. فبالتالي عشان ارسل اي بايت اللي هو 8 بت بيحتاج 2 بت اضافيين، بت للستارت وبت للستوب، تمام؟ يبقى عدد البايتس اللي بيتم ارسالها في الثانيه الواحده هتساوي كام؟ لو انا اديتك مثال قلت لك عندك 8 بت، تقدر تحسب لي دول كام بايت؟ تقول لي اه 8، البايت فيه 8، يبقى اقول 8 على 8 يبقى ده 1 بايت. طب لو قلت لك عندنا 16
16 بت. تقدر تقول لي كام بايت؟ هتقول لي 16 على البايت الواحد فيه 8، يبقى 16 على 8 يطلع 2 بايت. فعشان كده 9600 ده عدد البيتس، لو انا قسمتهم على 8 هيديك عدد البايتس. بس ما تنساش انت في المره الواحده بترسل 8 زائد 2 اللي هي ستارت والستوب، يبقى انا برسل في البايت الواحد مش 8 بت، برسل 10. يبقى اقول 9600 على 10 تطلع 960 بايت بير سكند، يبقى عدد البايتس اللي بيتم ارسالها في السكند الواحده 960. ده لو انا اشتغلت ب 9600 بت بير سكند. نروح للليبر عندنا في المايكرو سي، اوامر الاساسيه اللي انا بستخدمها غير الانشاليزيشن. يعني انا بعد استخدام الانشاليزيشن في اوامر ثانيه، انا عايز اعمل سنت، انا عايز ارسل من المايكرو كنترولر للكمبيوتر، اسمها رايت او سنت من المايكرو كنترولر للكمبيوتر البي سي بتاعي. اول امر لو انا عايز ارسل كاركتر وحرف واحد رقم واحد اليو ارت واحد اندرسكور رايت، وبين قوسين كده بكتب الداتا بتاعتي. الداتا دي بتبقى كاركتر لو انا استخدمت الامر ده، يبقى الداتا افتح قوس بين كوت واحده كده واقول ايه ده كاركتر واحد. طبعا لازم يتعرف انسايند كاركتر، لازم يبقى تعريف انسايند كاركتر، لان انسايند كاركتر الوحيد اللي بيستقبل كاركتر. لو تم تعريف المتغير بداتا تايب غير كده لابد من تحويله لتكست، والكلام ده هنشوفه في فيديوهات قادمه ان شاء الله. لو انا عايز ارسل جمله كلمه هقعد كل شويه استخدم الامر ده عشان ارسل حرف، لا مباشره هقول له UART واحد، هنا طبعا انا نسيت هنا واحد underscore write underscore text بين قوسين المتغير بتاعك. المتغير ده انا بعرفه عن سايد كاركتر، بيبقى الاوبوت عندي على هيئه مصفوفه لان عندي اكتر من كاركتر، وبكتب كلمه ايه ويلكم عندي بين دبل كوتيشن، دبل كوتيشن لان دي جمله او كلمه. عندنا مثال كده، لو عايز انا ابعت حرف الايه من المايكرو كنترولر للكمبيوتر اقول له UART واحد underscore write ايه بين كوت واحد. لو عايز ابعت واحد نفس النظام، بس واحد هنا مش بيتبعت كقيمه، بيتبعت تكست، يعني الكمبيوتر بيشوف مش بيشوف ان دي كلمة واحد، او بيشوف ان ده تكست اسمه واحد. طب لو انا عايز ابعت كلمة ويلكم، نفس الخطأ هنا هقول يو ارت واحد اندرسكور رايت اندرسكور تكست بين قوسين كده بين دبل كوتيشن ايه ويلكم. لو عايز ابعت جملة نفس النظام بين دبل كوتيشن مين، انساش هنا يو ارت واحد بره. طب لو انا عايز اعمل ريد من الكمبيوتر، يعني المايكرو كنترولر هيعمل ريد من الكمبيوتر، او بمعنى تاني ان الكمبيوتر هو اللي هيبعت الداتا لمين، للمايكرو كنترولر، فبالتالي بستخدم امر ريد. يبقى انا اجي هنا ركز معايا كده هقول له يو ارت واحد اندرسكور ريد، يو ارت واحد اندرسكور ريد، قوسين فاضيين طبعا لان انت بتستقبل قيمه فبيبقى القوسين فاضيين. اخد الداتا اللي طالعه ده، لو انا هبعت كاركتر كده انا بستقبل ايه كاركتر، كده انا ببعت من الكمبيوتر للمايكرو كنترولر كاركتر واحد حرف او حاجه واحده او بايت واحد، وبالتالي المايكرو كنترولر هيستقبل كاركتر واحد. طبعا هنا الداتا اللي جايه عايز احافظ عليها عشان استخدمها في البرنامج، بستقبلها في متغير اسمه ريسيفر. المتغير اللي بستخدمه ده لازم يبقى انسايند كاركتر، زي ما قلنا لازم يبقى ايه انسايند كاركتر، لان الداتا تايب انسايند كاركتر الوحيد اللي بيستقبل حروف او تكست. طبعا ما ينفعش اكتب الامر ده مباشره واسيبه، لان ممكن تتباع الداتا على البسط عندي وانا ما اعرفش. فعشان اتاكد ان في داتا وعايز اقراها لازم اعمل تشيك على الداتا، هل في داتا ولا لا. فعشان كده دايما الامر ده بيتم استخدامه جوه اف كونديشن، وبتتكتب بالشكل ده يو ارت 1 اندرسكور داتا اندرسكور ريدي قوسين فاضيين بيساوي سو 1، معناها كده هل في داتا على الباص، بيسال هل في داتا، سو 1 دي معناها هل في داتا على الباص عنده على الخط، هيقول له اه، لو اه هيدخل جوه ياخدها يقراها يحطها في المتغير واروح استخدمها في البرنامج. طب لو ما فيش داتا على الباص طبعا هيطلع بره اف ومش هيقرا حاجه خلاص. طيب لو انا عايز اقرا، احنا هنقرا هنا كاركتر واحد، طب لو عايز اقرا جمله او كلمه بستخدم امر اسمه يو ارت 1 اندرسكور ريد اندرسكور تكست، طبعا مش بحطها في متغير هنا، يعني مش بقول يساوي والمتغير على الشمال، لا مباشره ده مكتبه او امر جاهز، بفتح قوسين ده المتغير اللي بحط فيه الجمله النصيه اللي جايه، يبقى يو ارت 1 اندرسكور ريد اندرسكور تكست، افتح قوسين اوبوت ده المتغير اللي هستقبل فيه الجمله عندي، كوما بكتب كلمه اوكي بين دبل كوتيشن، ممكن الكلمه دي تتغير ما تبقاش اوكي، ممكن تبقى يس، ممكن تغيرها براحتك زي ما انت عايز، كوما عدد البايتس اللي جايه، عدد البايتس اللي جايه او عدد الحروف اللي جايه، تمام، من ضمنها حروف الكلمه دي، يعني هنا عندي 10 بايتس او 10 حروف، اوكي هنا فيها حرفين، يبقى اطرح 10 من 2 يبقى هستقبل 8 بايتس او 8 حروف، وبالاضافه لحرفين الاوكي يديك ال 10 الاجمالي. طبعا زي ما قلنا ما ينفعش الجمله دي تتكتب لوحدها كده، لازم اعمل تشيك على الباص هل في داتا ولا لا باستخدام الامر ده، تمام، بكتب جمله الريد جوه الاف كونديشن، وطبعا المتغير عندي اللي هو اوبوت بعرفه انسايند كاركتر اوبوت بين قوسين عشان مصفوفه، بعد كده سيمي كون. ناخد مثال، هنبعت من الكمبيوتر للمايكرو كنترولر الجمله دي، هقول له كرول ليس الجمله كامله او الكلمه كامله، فايه اللي هيعرف المايكرو كنترولر ان الجمله انتهت؟ هيبقى منتظر يقرا كل شويه، فهيبقى على طول مستمر في القراءه.
ايه اللي عرفه ان الجمله انتهت؟ فاجي في نهايه الجمله اكتب كده اوكي، خلي بالك الحرف او كابيتال والكي كابيتال، عشان لما اجي في الجمله اللي هكتبها في الكود عندي هنا اللي هو في الامر اكتب اوكي بين دبل كوتيشن بس اوكي كابيتال. زي ما تكتب اوكي كابيتال هنا لازم تتكتب كابيتال هنا في الاستقبال. يبقى انا هبعت من الكمبيوتر كيرولس اوكي كابيتال كده، هو هيروح يستقبلها مباشره. اول ما يجي حرف الاو والكي يعني كلمه اوكي خلاص كده هو ينهي الاتصال. يبقى هو كده قرا كل الداتا. يبقى الاوت وقتها هيبقى في مين؟ هيبقى في مين؟ هيبقى في كلمه كرولس بس، عشان هيحذف كلمه الاوكي. هيجي كلمه اوكي هيقارنها هنا هيلاقيها موجوده يروح حذفها وياخد كرولس بس. تعال كرولس هتلاقيهم كام حرف؟ هتلاقيهم 8 حروف. كرولس 8 حروف ومعنى الاو والكي اهو ال 10 حروف عندنا. وبالتالي الاوت ده هيبقى عندي هيشيل بس مين؟ الثمان حروف الخاصه بكرولس. طبعا لازم يتم تعريف على هيئه مصفوف. معروف ان الحروف اللي موجوده على الكيبورد عندي الكمبيوتر مش بيقراها حرف، يعني لما تضغط على حرف ايه مش بيقراها ايه، هو بيقراها رقم او كود. تمام. فالنظام المتبع دوليا في الموضوع ده اسمه الاسكي كود او الاسكي تيبل. مثال لما انت تكتب نل، نل يعني دي معناها ولا قيمه، يعني يعني فراغ. تمام. الهكسه تمثل بزيرو والديسمال زيرو، ده تمثيلها طبعا. طيب وليكن انا مثلا عايز اكتب حرف الايه مثلا، شايفين حرف الايه كابيتال؟ الايه لما تضغط انت على حرف الايه يروح الكمبيوتر يقراها على انها بالهكسه 41، ولو بيقراها ديسمال تبقى 65، ما يقراهاش ايه. لما اضغط على ايه كابيتال يبقى يقراها بالهكسه 41 وبالديسمال 65، لو بي تبقى 42 هتلاقي بيزيد واحد كل مره. طب لو الكيو كابيتال يقراها 51 و81 بالديسمال، طب الكيو سمول تبقى ب 71 و113 بالديسمال وهكذا. تعال نروح حرف 10، 10 بالديسمال دي معناها لاين فيد. انت عارف لما بتكتب على الوورد كده وفي نهايه السطر انت عايز تنزل سطر جديد مش بتضغط على انتر، انتر ده بيخليك تفتح سطر جديد فاسمه لاين فيد او نيو لاين، لاين فيد او نيو لاين. يبقى 10، يبقى انت ضغطتك على انتر دي اكنك بتقول له ان انت كده الكمبيوتر جوه هيقراها رقم 10. تمام. ف10 دي معناها نيو لاين، انت عملت نيو لاين، عايز تنزل الكورسر في الخط الجديد او في الصف الجديد او في اللاين الجديد. ليه؟ عشان ابتدي اكتب فيه، فعايز اعمل كارج ريتيرن للكورسر عندي. تمام. عشان ابتدي اكتب يبقى 13، يبقى 10 يفتح خط جديد، 13 يعمل كارج ريتيرن وهكذا. طب لما تضغط على شيفت ان، شيفت ان تمام، يبقى يقراها كانها 15. تمام وهكذا. فبالتالي في المايكرو كنترولر عندي لو انا عايز اعمل نيو لاين اعملها ازاي؟ هروح اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت 10، 10 دي معناها ايه؟ من الاسك اللي شرحناها معناها نيو لاين. يو ارت 1 رايت 13 بين قوسين، دي ديسيمال، ديسيمال ما ينفعش اعمل كوتيشن هنا. ليه؟ لان 13 دي هي القيمه المناظره لتكست اسمه كارج ريتير، يعني انا عايز اعمل كارج ريتير كتكست فانا احولها لديسيمال تبقى 13. ف13 دي معناها مش هيطبع 13، دي معناها هيعمل ايه؟ هيعمل كارج ريتير، هيرجع تاني الكورسر في بدايه الخط عشان تبتدي تكتب. ممكن استخدم الطريقه دي، يبقى نيو لاين بيتكتب بالامرين دول، او ممكن اقول كده لو انت عايز تكتب كلمه ويلكم وانزل سطر جديد. يبقى على الويندو كده عايز اكتب ويلكم وانزل سطر جديد، اعمل ايه؟ ممكن اكتب ويلكم عاديه خالص، خلي بالك يو ارت 1 هنا، وانزل تحت واروح كاتب الامرين دول عشان ينزل سطر جديد. او ممكن في نفس السطر اقول له ويلكم باك سلاش ان معناها نيو لاين، باك سلاش ار معناها كارج ريتين عشان يرجع مين؟ الكورسر عندي. ممكن اقول كده يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست، لو انت عايز تطبع حرف واحد، حرف واحد كنت بعمل ايه واشيل كلمه تكست دي، ما كنتش بكتب تكست. طب لو انا عايز اعمل النيو لاين دي في نفس السطر اعمل ايه؟ يبقى معلش يعني طول ما انت ايه ده بقى بيش حرف، لان هتضيف بلاك سلاش ان وباك سلاش ار، فلازم تضيف كلمه تكست. يبقى يو ارت اندرسكور رايت اندرسكور تكست، واجي اقول انا عايز اكتب حرف ايه، بعد كده اعمل نيو لاين، بعد كده كارج ريتين عشان يستعد للسطر اللي بعد. تمام. يبقى عشان اعمل نيو لاين بالطريقه دي لوحدها مستقله بالامرين دول، يا اما بضيفها في نفس السطر بتاع الامر اللي انا عايز اعمل بعده مباشره نيو لاين بالطريقه دي. هنروح نشوف مثال بسيط عندنا عشان الموضوع يتضح اكتر. ده المايكرو كنترولر بتاعنا زي ما احنا اتعودنا، ودي التوصيلات الاساسيه. عندنا هنا السي 6 هي التي اكس هتتوصل بالار اكس، والسي 7 عندك هي الار اكس توصل بالتي اكس. ده فيرشوال عندي، بنجيبها ازاي؟ بتضغط على الشكل اللي هنا ده اللي عباره عن مين؟ الفولتميتر ده، وتضغط على فيرتشوال تيرمينال بعد كده، وتروح ضاغط هنا وحاططها هنا، بس بتظهر بالشكل ده. تمام. وتضغط ضغطه تظهر وتبتدي توصل. سي 6 تي اكس بتوصل بالار اكس، سي 7 اللي هي ار اكس بتوصل بالتي اكس. يبقى ده الفيرتشوال تيرمينال عندي. يبقى كده انا هكتب كود على المايكرو كنترولر ابعت بيه الداتا للكمبيوتر. سيميوليشن طبعا عشان الفيديوهات القادمه هيبقى في تنفيذ عملي. هروح للكود. الكود في الفويد مين، احنا اتعلمنا ازاي نعمل نيو بروجكت طبعا وخطواتها اساسيه وشرحناها كتير. نروح في الفويد مين، اول حاجه لازم اعمل انيشاليزيشن. انيشاليزيشن عندي بكتب يو ارت 1 اندرسكور انيت بين قوسين 9600 اللي هو البودريت، كتبته هنا في البرنامج عندك على المايكرو كنترولر. تمام. يبقى مباشره حضرتك تروح للكمبيوتر هنا او السيموليشن، دبل كليك على دي
تظبط البيض ريت 9600. الداتا بت كام؟ 8 بت. عندك الستوب بت 1، البارتي بت نون، تمام؟ يبقى دي السيتنج الاساسي يعني. لو انا عايز اكتب حرف ايه او حرف كي مثلا، يبقى لو انا عايز اكتب حرف الايه يبقى اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت بين كوت واحده كي، لان ده حرف. طبعا النيو لاين انا مش هكتبه دلوقتي، عمل كومنت. بصوا كده، يبقى انا هكتب حرف ايه بس، عملت انشاليزيشن وبعد كده كتبت حرف. طبعا انا ما عرفتش سي 6 وسي 7 انبوت الاوتبوت، قلنا الانشاليزيشن بيظبط السي 6 وسي 7 تي اكس وار اكس. نعمل بيلت، نروح نعمل رن هنا، ركز كده. طبعا في الفيرتشوال تيرمينال مباشره بيظهر هنا ويندو لما تعمل رن. لو ما ظهرتش عندك بتروح للديباج وتقول له فيرتشوال تيرمينال، تضغط عليها تلاقيها ظهرت. هنا ضغط حرف مين؟ كي. هتلقى الكورسر هنا بعد الكي مباشره. لو انا هنزل كمان، ركز معايا كده، هضغط كي بعدها مباشره هروح اعمل ايه؟ واي. يبقى انا كتبت كي بعد كده واي. خلي بالك ان كتبت الاثنين ورا بعض. نعمل بلت كده، نروح هنا، بص كتب كي واي ورا بعض، لازم في بعض لان انت ما عملتش نيو لاين. لو كتبت اي حرف بعدهم برضو هيظهر مين بعدهم مباشره. خلي بالك انا ببعت داتا من المايكرو كنترولر للكمبيوتر، فعشان كده بستخدم رايت، تمام؟ لو انا عملت النيو لاين ده كت من هنا، رحت عملته هنا كده، شلت الكومنت دي كومنت دي، يبقى هو هيطبع مين؟ كي. هيعمل نيو لاين، هيعمل كاريج ريتين عشان يرجع الكورسر، وهيروح طابع الواي. يبقى ايه المتوقع؟ يطبع كي في سطر والواي في سطر تاني. تعمل نعمل بلت كده، بص كي تحت منها واي، تمام؟ وهكذا. لو عايز تطبع حرف كمان تحت منه في السطر اللي بعد منه، تروح تكتب ايه؟ تاخد السطرين دول وتروح ناسخهم تاني وحاططهم تحت. وزي ما قلنا ممكن انا ما انسخش السطرين، اكتب كده باك سلاش ان باك سلاش ار. طول ما انت ضفت دول ما ينفعش، حتى لو حرف واحد ما ينفعش كوت واحده، لازم دبل كوت كده، دبل كوت اهو. وما ينفعش تبقى رايت، لازم تبقى اندر سكور مين؟ تكست. تعالى عشان اكد لكم الكلام، اهو باك سلاش هنا وهنا سلاش. نعمل بلت كده، خلي بالك كده اكنهم مش موجودين، تمام؟ هنلقى الكي والواي عندنا هنا، هتبص هنا تلقى طبع الكي في سطر والواي في سطر تاني زي ما احنا شايفين اهو. يبقى عمل نيو لاين. يبقى انا يا اما اكتب الامرين دول يعمل نيو لاين، او ممكن اكتب الاثنين دول يعمل نيو لاين. خلي بالك لو حتى لو انت بتكتب حرف لازم في الامر يتضاف كلمه تكست، لازم يتحط بين دبل كوت، تمام؟ طيب طبعا هنشيل دي، مش عايز تطبع الكي مباشره. ممكن تروح لليمين للجدول اللي احنا قلنا عليه. طبعا انا بوريكم الفكره اهو، وليكن عايز اطبع الكي كابيتال، فين الكي كابيتال اهي؟ يبقى اكتب ايه؟ يا اما اكتب بالهكسا 4 بي 0 اكس، طبعا قبلها 4 بي، اكتب 75 مباشره، يبقى بالديسمال 75. اجي هنا اكتب ايه؟ 75. طبعا انا هطبع ايه؟ هطبع حرف مش تكست، مش جمله، ده حرف كي كابيتال، وهعمل نيو لاين. ركزوا، يبقى ال 75 الاولى دي هتمثل كي كابيتال، الاثنين اللي تحت دول هيمثلوا نيو لاين. وهاجي اخد دي برده تاني، هنطبع واي تحت منها، نشوف الواي كابيتال بكام. الواي كابيتال ب 89. يبقى 89 اكتبها مباشره ديسيمال، او ممكن اكتبها كهكسا 0 اكس 59. ممكن اكتبها كده 0 اكس 59. تعال نعمل بيلت كده، اعتقد ما فيش اخطاء. نروح نعمل ران، ركز معايا كده، ستوب ران، طبع كي واي، تمام؟ مفيش اي خطا، كي واي اهي، لان قلنا ال 75 بالديسيمال بتمثل كي كابيتال، و 59 بالهكسا بتمثل واي كابيتال، وهكذا. طيب لو انا عايز اطبع جمله امبيدد سيستمز، يبقى جمله امبيدد سيستمز اطبعها كده، يبقى اقول له تكست بين قوسين دبل كوتيشن الجمله اللي انا هكتبها مباشره بالمسافات باي حروف انت عايزها كده. روح هنا اعمل ستوب، بعد كده رن تاني، هنلاقي امبيدد سيستمز ظهرت. طبعا انت هنا ممكن تكتب ارقام عادي، ممكن اكتب ايه مثلا 1 2 3. الارقام دي مش كقيم، مش هيشوفها ارقام، هو هيشوفها تكست لان جوه الدبل كوتيشن، تمام؟ او نعمل رن تاني، بصوا كده اهو ظهرت هنا. نركز في الحته اللي جايه دي بعد امبيدد سيستمز. طبعا انا هضيف ايه؟ سطر جديد، يبقى نقول كده باك سلاش ان باك سلاش ار عشان يعمل نيو لاين بعد الجمله اللي فوق. تعالى انا عايز اطبع حاجه ثانيه، نطبع ايه مثلا؟ انا عايز اطبع في متغير جاي انا مش عارف قيمته تاني، يبقى في متغير جاي، في متغير هنا انا مش عارف قيمته. طبعا المتغيرات بتعرف فين؟ يا قبل الفويد مين، يا جوه الفويد مين مباشره. انا هعرفها قبل الفويد مين اهو. متغير اسمه تي، قيمته بكام؟ قيمته بكام؟ ب2. نوع انسايند مين؟ شورت. انسايند شورت يبقى قيمته من 0 255، عشان كده هو قيمته 2 ومجابه عشان هو انسايند. انا عايز اطبع القيمه دي مباشره على اليو ارت، يبقى اقول له يو ارت اندرسكور رايت كده، اقول كده اشيل كلمه تكست عشان انا هطبع حرف واحد، واجي هنا كده اقول له انا هطبع تي. ركزوا معايا كده، يبقى انا هطبع تي، تي ده متغير هنا قيمته ب2، المفروض ياخد الاثنين ويطبعها. تعالوا نشوف مع بعض هيطبع 2 ولا لا. بصوا طبعا امبيدد سيستم السطر الثاني ما طبعش حاجه فاضيه. طب يا طبعا انا في اخطاء مقصوده، يعني انا قاصد اعمل. ممكن نعمل كده، هيطبع القيمه يا ترى ولا هيطبع الحرف؟ تعالوا نشوف مع بعض. بصوا كده طبع تي سمول، طبع الحرف نفسه مش القيمه. انا عايز اطبع 2،
يبقى في مشكله هنا. لازم ما يتم كتابته داخل القوسين هو تكست، وتي تساوي 2 دي مش تكست دي قيمه، يبقى تي تساوي 2 ده ايه؟ قيمه وليس تكست. فلا بد من تحويل القيمه لتكست. احول القيمه لتكست ازاي؟ يبقى اول حاجه، يبقى هنا ما ينفعش اكتب دي، هكتب حاجه بعد شويه، ركز معايا كده. يبقى اول حاجه لازم احول القيمه دي لتكست، وعشان احول القيمه لتكست لازم اعرف نوع المتغير انا معرفه ده كداتا تايب ايه. دي اجيبها ازاي في الكونفرتر في التحويلات؟ بروح لهيلب واجيب حاجه اسمها لايبرريز عندي، انزل تحت حاجه اسمها كونفرجن لايبرري، والكلام ده مهم مع السيريال ومهم مع ال LCD، لان السيريال وال LCD بيتعاملوا مع تكست فقط. فبالتالي لو عندي المتغير من نوع بايت لازم احوله لسترنج، سترنج يعني تكست. يعني لو متغير نوعه بايت عايز احوله لايه؟ تكست. لو نوعه شورت عايز احوله لتكست، لو وورد لتكست، انت للتكست. انا هسيبك تتصفح الموضوع ده هنا. طبعا طبعا انا كاتب unsigned short، يبقى هو هيستخدم بايت تو سترنج، عرفتها ازاي؟ اضغط عليها كده بيجيب لك هنا ديسكريبشن ليه، بيقول لك هنا المتغير. مديك مثال unsigned short مثلا او unsigned character، الاثنين نفس التعريف، تي بتساوي 24، تي بتساوي 24 تمام، او تي تساوي 2، طول ما القيمه من 0 255 يبقى unsigned short. قال لك اول حاجه بختار حاجه اسمها كاركتر تكست، ده مصفوفه، واسميها كاركتر عشان انا هستقبلها او احولها لتكست تمام، وبكتب 4 هنا. 4 يعني ده عدد الارقام هيتم تحويلها، القيمه اللي هتتحول هتبقى في 4 ديجيت تمام، واكتب الامر ده اسمه بايت تو سترينج، التي اللي هو المتغير الاصلي وتكست ده المتغير الجديد بعد تحويله لتكست. هروح انا واخد دي الكوبي واروح انا حاططها هنا الاول. المتغير بتاعي اسمه unsigned short، انا مسميه كام هنا؟ 2. يبقى انا هشيل السطر ده لان انا معرفه فوق. طب كاركتر تكست 4، المتغيرات ما ينفعش تتعرف في نص البرنامج، لازم تتعرف فوق اهو. يبقى شيل ده، بيقول لك لو انت شغال على unsigned short او unsigned character لازم اعمل متغير جديد اسمه تكست، بيبقى مصفوفه، المينيمم يبقى 4، ولازم يبقى من نوع كاركتر لان القيمه دي هتتحول لتكست في المتغير ده. بستخدم اللي اسمه بايت تو سترنج، يعني خد البايت اللي هو المتغير ده اللي اسمه تي تساوي 2 اهو، يعني خد قيمه 2 حولها لتكست. فيحولها لتكست ازاي؟ اكنها تتكتب كده، تتكتب مسافه 2 بين دبل كوتيشن، يبقى اللي هيتطبع هنا مسافه 2، واروح اقول له خد المتغير الجديد ده اللي اسمه تكست بقى خلاص بقى نص، هقول له اهو خده هنا اطبعه، بس طبعا هشيل مين؟ كوت اللي عندي دي. يبقى المتغير اللي اسمه تكست ده ما بقوش قيمه، ده بقي نص هيطبع على اليو ارت عندي مباشره، وطبعا هو قيمته ممكن تبقى كبيره، فعشان قيمته كبيره لازم استخدم امر تكست رايت اندرسكور تكست. نعمل بلت كده طن، ركز معايا كده، امبيدد سيستم 1 2 3 مسافه 2 اللي هو المتوقع زي ما قلنا، والكلام ده طبعا اتشرح في فيديوهات سابقه اللي هو ازاي احول من قيمه فاليو لتكست، والكلام ده تم استخدامه على ال سي دي طبعا. خلاص يبقى اقول بايت تو سترينج تي احولها لنص واحطه في متغير اسمه تكست، زي ما قلنا انه بيسيب مين؟ 1 بلانك هير، يعني بيسيب في بعد التحويل في مسافه فاضيه بتبقى قدام الحرف بعد كده 2. طب لو انا عايز اشيل المسافه الفاضيه دي اقول له ايه؟ في امر اسمه ال تريم، طبعا المسافه من ناحيه الشمال، المسافه هنا ناحيه الشمال، بقول له ال تريم يعني ليفت تريم، تريم يعني يعمل قطع او ان يشيل الفراغات اللي موجوده في الرقم سواء على الشمال او اليمين، يبقى ال معناها ليفت تريم. طب لو المسافه ناحيه اليمين اقول له رايت ار تريم، واقول له المتغير اللي انا عايز اقطع منه المسافات تمام، سيمي كون. ركز هنا قلنا في المين في السيميوليشن عندنا هنا كده هتلقى فيه مسافه مسافه بعد كده 2. تعال نعمل بلت على الوضع الجديد، شايف 2 المسافه اتشالت اهي. طب لو انا اغير القيمه، القيمه خلاص غيرها براحتك، معاك الرينج من كام لكام؟ من 0 ل 255، عشان كده قال لك تحجز 4 ديجيت ليه؟ لان الماكسيمم هنا كام؟ 255، كام ديجيت دول؟ 3، ومعاك مسافه يبقى 4، عشان كده قال لك تحجز متغير على الديجيت فيه 4 ومن نوع مصفوفه، والمصفوفه دي كاركتر، يبقى 255 لو انا شلت اللي ترم ده هيبقى مسافه 255، تعال نعمل بلت كده. هنا مع 255 ما حطش مسافه، اوكي؟ هو شالها ديفولت، مفيش مشكله. فانا بعمل ايه؟ بحط ال ال تريم طبعا. طب نجربها على رقم اصغر مثلا، جربها على 25، ركز معايا كده اهو بيلت، 25 حط مسافه، خدتوا بالكم؟ 255 اعمل بيلت، شال المسافه. يبقى عموما ال ال تريم عندي بيعمل ايه؟ بيشيل اي مسافه بس من ناحيه الشمال، اي مسافه او فراغ موجود مع الرقم عشان بيظهر لي القيمه الفعليه للرقم. يبقى ده النهارده اتعرفنا على اليو ارت والاوامر الاساسيه، وخدنا مثال بسيط ازاي استخدم اليو ارت انيشاليزيشن، واستخدمنا اليو ارت رايت واليو ارت رايت تكست تمام. ما تنساش مع اليو ارت بتكتب رقم واحد هنا، وما تنساش الدبل كوتيشن مع الجمله وكوت واحده مع الحرف. اتمنى تكون حلقه النهارده استفدتوا منها طبعا، ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات سيبوها لنا اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك الشير السبسكرايب، وشكرا جزيلا.